بين زوجها المعاق ذهنيا ووالدتها المريضة، تتكبد زهرة مشقة الاعتناء بعائلتها، وما زاد من مشقتها صعوبة الوصول للطابق السابع محل سكناها، وهي تطالب بالتحول للطابق الأرضي. إما عندها 88 سنة، تعاني من كل مرض، عندها لاتونسيون، عندها قلبها شوية عيان. الزوج تاعي تاني يعاني من المرض من التسعينات، هو يعاني من المرض تاع إعاقة ذهنية، عنده مضاعفات في قلبه، يطيح يتنصر علي أشك فو يطيح يتنصر علي. رحت لوسان ديال وزارة السكن، شاف الكارتة تاع راجلي، قال لي هذا شكون عطالو الفوق؟ قال لي ممنوع يسكن الفوق. قال لي عاودي ولي. كي عاود وليت ما خلاونيش نطلع عليه. زهرة لا تجد صعوبة فقط في الوصول لبيتها، بل هي أيضا مهددة بالطرد منه في أي لحظة بسبب عجزها عن دفع تكاليف كراء السكن الاجتماعي الذي حصلت عليه بعد انتظار طويل. من بدأت كورونا ما خلصتش الكراء، وبعد بعثوا لي زوج خطرات، يبعثوا لي إندار يقولوا لي لكم ما تخلصيش نخرجوك من الدار. انا باش كيفاش يخرجوني من الدار يا اخي؟ راكم تشوفوا المعاناه تاعي، راني ندي 1300 في الشهر. قلت لهم نخلص غير بالعقل بشهر، ما حبوش، قالوا لي تخلصي على ضربه. هاي الورقه وين بعتوها لي؟ زوج خطرات هما يبعثوا لي الاندار على جوج 2 ملايين، قالوا لي نفسخوا لك العقد، نفسخوا لك الكوع تاع الدار ونخرجوك من الدار. زهرة رفقة عائلتها تقتات مما يتصدق به المحسنون عليها، تعيش في قلق دائم لعدم مراعاة ظروفها الصعبة وخطر التهديد بالطرد من السكن الاجتماعي.